النهارده صراع فني كبير. بصوا، في تكافؤ فني في مباريات الاهلي والترجي دائما. الصراع الفني النهارده هيبقى بين مستر موسيماني ومعين الشعباني اللي هو المدير الفني لفريق الترجي. النهارده دي تعتبر مباراه فنيه خارج الخطوط بين الاثنين دول، مستر بيتسو موسيماني، وبيتسو موسيماني المدير الفني النادي الاهلي بيجيد اللعب مع الكبار. زي ما احنا شفنا الفتره اللي فاتت مستر بيتسو موسيماني في اللحظات الصعبه وفي المباريات الثقيله بنشوف ان هو دايما بيتفوق. مستر موسيماني خاض مع النادي الاهلي السنه دي 34 مباراه. كسب كام؟ كسب 21 وتعادل في 9 وخسر في 4. نقف بس هنا شويه، نقف شويه هنا. هتقولوا لي هو خسر 4 ماتشات. بس الاربع ماتشات اللي خسرها في ظروف غير طبيعيه. في ظروف غير طبيعيه. كلنا شايفين الضغوط الكبيره اللي على النادي الاهلي من شهر اكتوبر لحد النهارده. الضغوط الكبيره في توالي المباريات سواء في الدوري المصري، في كاس مصر، لو نفتكر احنا بنتكلم على السنه اللي فاتت من شهر 10 شهر اكتوبر لحد النهارده، توالت المباريات على النادي الاهلي تقريبا كل 3 4 ايام. ففي ضغوط جامده جدا جدا جدا. فلما تشوف الارقام ديت، لا الارقام دي تقول ده كويس، الحمد لله ان اللعيبه حققت الكلام ده. تشوف الارقام تاني، ارقام البطولات، حجم البطولات اللي جابها النادي الاهلي، هتتكلم عن دوري عام مصري، هتتكلم عن بطوله افريقيا اللي هو النهائي كان في نادي الزمالك وكسبنا بكره قفشه القاضيه، وبعدين طلعنا منه دخلنا على كاس مصر. كل ده احنا بنتكلم في فتره زمنيه بسيطه جدا جدا، وبنلعب دوري ومكملين وبنلعب افريقيا، وبعدين طلعنا منها على برونزيه كاس العالم للانديه، محدش يقدر ينسى ده. كويس، طلعنا منها على دوري وبطوله افريقيا، وبعدين على سوبر اللي كسبناه من نهضه بركان، وبعدين رجعنا تاني نلعب افريقيا. يعني كل ده احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، وايه يلعب النهارده هنا، بكره يروح حته تانيه، يسافر جنوب افريقيا، يرجع من جنوب افريقيا على قطر، يرجع من قطر على مش عارف المحله على اسكندريه. كل دوت والمنافسين قاعدين. المنافسين حتى لو بيلعبوا هنا بيلعبوا ماتش كل 4 5 ايام، منافسين قاعدين، والنادي الاهلي شغال رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ولكن انا اللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي النهارده بيمثل مصر. النادي الاهلي بيمثل مصر. الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم دي بالعكس دي وسام على صدر اللعيبه دي، او على صدر الاجيال دي، او الجيل ده اللي حقق لنا تقريبا 4 بطولات في 7 شهور او 8 شهور. نكمل. النادي الاهلي جاب 59 جول، دخل مرماه 23 جول، وحقق زي ما قلنا 4 بطولات، وحصل على برونزيه كاس العالم للانديه. هتقول لي برضو ما تعودناش قوي ان النادي الاهلي يدخل فيه جوال كتير زي دي. هقول لك اه طبعا صح، ولكن لو بصيت على الظروف، لو تفتكروا حضراتكم من اكتوبر لحد النهارده احنا في مباريات لعبناها تقريبا بدون هيكل اساسي لفريق النادي الاهلي. انا مش عايز اقلل من قيمه بعض اللاعبين، ولكن انت وانت ماسك فريق كبير او بتشجع فريق كبير انت عارف ان في ناس اساسيه وفي عمود فقري للفريق دوت المفروض ان هو يكون متواجد في الملعب. كويس، لما بيقع منهم واحد او اتنين ممكن يكون مؤثر بعض الشيء، فما بالك بقى لما تلعب مباريات ناقص 5 6 7 لعيبة. ناقص 5 6 7 لعيبة، احنا في وقت من الاوقات بنلعب من غير خط الدفاع الاساسي، وقت من الاوقات بنلعب من غير خط الوسط الاساسي، سواء الوسط اللي ورا او الوسط الهجومي وراس الحرب. احنا اوقات كتير جدا كده. لو تفتكروا مع بعض من اكتوبر لحد النهارده خدنا مباريات صعبة جدا جدا جدا، وكنا بنعاني، وكنا بنقول في الاستوديو مين اللي هيلعب مكان كذا، مين اللي هيلعب مكان كذا، طب مين اللي هيلعب في نص الملعب، طب مين اللي هيلعب فورورد، طب الشناوي لما غاب عن المباريات مين اللي هيلعب، علي لوفي باله كتير. يعني كنا عمالين كل ماتش نقول ربنا يكون في عون الجهاز الفني اللي هيحط القايمة بتاعة المباراة. فأنا شايف إن
الاهداف اللي دخلت النادي الاهلي كبيره شويه، ولكن بسبب ظروف معينه. تعال نشوف بقى معين الشعباني عمل ايه مع الترجي هذا الموسم. معين الشعباني لعب مع الترجي 37 مباراه السنه دي، كسب 24، تعادل في 6، وخسر 7 ماتشات. نادي الترجي احرز معاه 51 هدف، ودخل مرماه 27 هدف، وحقق بطولتين. يبقى الارقام برضو في صالح النادي الاهلي. هي عموما مواجهه قويه جدا 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 وساخنه بين موسيماني وبين معين الشعباني.